اكبر من العكاز بتاعك، عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده يا دهاغ؟ هو نفس الاجر، يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه، قوم يا حبيبي، قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور، خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي، انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعمدي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريريه. خريريه؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هني اهي، تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن، تتدلع يعني. يا جازري، ايه لا تاكل جزر؟ ايوه يا عمده. طيب يا نادي، يعني مش فاهم يا بلعمدي، الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش؟ يعني هو الموضوع ايه؟ انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه؟ يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايوه مط الكلام في ايدي. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناط انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنايا الارض. ايه اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ طيب انا هقول لكم. قول لي. أنا جميعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، ما حدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني؟ احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو، مع ان احنا ميكوناف احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر، انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا تفكروا؟ بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمده تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي، ايه دي يا حجي؟ انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايه. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي سيكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ شيخ البلد، العمده شيخ، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه انا مجمعكم، لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا افضل واقف، هما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري، يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عاد ازاي؟ اهدي، اعتبريها الزبده اللي ما مني دي. زبدي بس اتحرقت دي هالمورتي اللي احنا بنلمها من عالزبده ونرميه. قوم يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمده. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر، وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخينه، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير، يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه.
يعني انت عندك فكرة؟ ايوه عندي فكرة. ازاي الحكومة تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري؟ انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيكون لغاية عنديني. امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، 100 كنافه طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن، ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوري، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي، ياه يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني، ايه؟ طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو، ايه؟ ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان، ايه؟ وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين، احنا الملبوسين، انتوا الملبوسين، ماشي، ايه؟ هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل، ماشي، بروفل على لما يجي الاستاذ وائل، ماشي، يلا نتلبس، يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميك كنافة، وريتها كنافة بالمكسرات، لا دي كنافة قرديح. احنا في ميك كنافة بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي، وبيبلوا السراير بالليل كبار قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القرية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ده نفخني. يعني ده مش حجمك الطبيعي؟ لا، ده قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القرية. تعالى يا واحد تاني من اهل القرية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه مالك؟ الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندريه. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاي. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبصيله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ اني كنت قاعد على القهوة عادي، وفجأة جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوة ونسكافيه وحاجة ساقعة ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء ما عملش حاجه، ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج، انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع، انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبر شكله قديم. ايه؟ مساء الخير. يا واضح ان الجن مقصر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه.
دورت في جنينة مول؟ لا ما روحتش، هروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن اللي يلبسك. لازم اقول، لازم انا واني اعجل الجن لبسني، واني اعجل الجن لبسني. ايوه ماشي، بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. جن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه يا لغاية ما تدوك وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار، نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري، هروش لي يا عمدي، نار نار. قريش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار. خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي